إذاعة برنامج الثقافي من القاهرة. جولة بين جنبات متحف الفن الإسلامي، نتعرف على مقتنياته التي تركت وراءها عصوراً مضيئة. عصور مضيئة بصحبة الدكتور أحمد الشوكي، مدير عام متحف الفن الإسلامي، إشراف دينا مصطفى. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نصحبكم خلالها داخل أروقة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، لننتقي من بين جنباته تحفة من كنوزه الفنية التي تعكس أصالة الماضي وعراقته. النهاردة إن شاء الله هنحكي مع بعض قصة شيقة جدا جدا عن تحفة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الأثرية والمتخصصة وحتى عند العامة. القصة دي بتبدأ معانا في سنة 1962، وكان في الوقت ده في بعثة أمريكية بتشتغل في كحفائر في منطقة الفسطاط اللي هي في منطقة مصر القديمة دلوقتي. والفسطاط زي ما انتم عارفين هي أول عاصمة لمصر الإسلامية ولشيدها عمرو بن العاص سنة 21 هجرية مع دخول مصر. البعثة دي وهي بتشتغل عثرت على كأس من الزجاج، كان ارتفاعه حوالي 9 سنتي ونص وقطره حوالي 13 سنتي ونص، يعني حجم مش كبير، إنما هذه التحفة يمكن مهمة جدا جدا بالنسبة لنا. وكان عليها زخارف نباتية وشريط من الكتابة الكوفية قرئ بعد ذلك، وكان نصه بسم الله الرحمن الرحيم، مما أمر الأمير عبد الصمد ابن علي أصلحه الله وأعز نصره. لغاية هنا ده وصف التحفة اللي احنا بنتكلم عنها، إنما اللغز اللي كان وراء هذه التحفة هو طريقة صناعتها اللي كانت مزينة بمادة أشبه بالبريق الذهبي اللي هو بيسمى عندنا في التخصص البريق المعدني. واللغز الثاني هو اسم الأمير، مين عبد الصمد بن علي اللي مكتوب اسمه على هذا الكأس. في الحقيقة رئيس البعثة في تلك الفترة واسمه جورج سكانلون قال إن عبد الصمد بن علي ده كان والي على مصر في سنة 155 هجرية 733 ميلادية في العصر العباسي في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور، وإن الكأس ده بيعتبر أقدم تحفة في العالم مزينة بمادة البريق المعدني. يعني إحنا هذه الصناعة ظهرت في إيران، ظهرت في العراق، ظهرت في أماكن كتيرة من العالم الإسلامي، إنما أهمية الكأس ده إنه بيقول إن مصر هي مهد هذه الصناعة في العصر الإسلامي. الغرابة بهذا الكأس وأهميته لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما ظهرت أبحاث كتير مؤخرا بتقول إن عبد الصمد بن علي ما تولاش مصر أصلا، يعني ما ظهرش عندنا كوالي أو كحاكم، في عندنا كتب كتير تناولت ولاد مصر، وبالتالي كان ده دافع ان يبقى في دراسات حواليه وتشوف مين هو الشخص ده، مين الامير اللي موجود اسمه على كاس في منطقة الفسطاط وما تولاش مصر اصلا. وفي الحقيقة مع البحث والتنقيب في المصادر التاريخية وصلنا يعني معلومات شيقة جدا جدا ومهمة جدا. عرفنا ان عبد الصمد بن علي بالفعل ما كانش امير او والي على مصر، انما كان من ابناء البيت العباسي، يعني الخلفاء العباسيين، هو احد الاسرة العباسية، وكان جده عبد الله بن عباس حبر هذه الامة. يعني تخيلوا بقى هذه المعلومات المهمة، يعني هو اسمه عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس، كان في الجيش اللي طارد
مروان بن محمد الثاني آخر خلفاء بني أمية لما جه مصر، لكن ما استقرش في مصر، هو كان في الجيش ورجع تاني إلى بلاد الشام. وبعد وفاة الخليفة أبو العباس السفاح اللي هو تولى يعتبر أول خليفة عباسي، انتقلت الخلافة إلى أبو جعفر المنصور اللي أسس مدينة بغداد. بعد كده كان عبد الصمد بن علي مع أخوه عبد الله في جيش أبو جعفر المنصور، لكن عبد الله أخو عبد الصمد نازع أبو جعفر المنصور الخلافة ونصب نفسه خليفة للمسلمين، وخلى عبد الصمد هو ولي للعهد بعده. إنما طبعا الأمر انتهى بعد كده بأن هو حبس ثم أعفي عنه. تولى عبد الصمد بن علي مناصب كتير، يمكن من أهم القصص في عصره إن هو كان والي على المدينة في فترة أو في وقت اللي هو بيسمى عام الجرفة. ده كان قصة كلنا عارفينها، اللي هي خاصة بالسيل اللي نزل على المدينة في تلك الفترة. وبيروي لنا ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق هذه القصة على لسان عبد الصمد نفسه، بيقول استصرخ الناس على موتاهم عام الجرفة، الناس كلهم طبعا السيل لما نزل جرف الرمال من على القبور فظهر كتير جدا من الموتى، فخرجت وخرج الناس فأتيت قبر عمي حمزة عليه السلام. يعني هو كان عمه سيدنا حمزة، عم الرسول صلى الله عليه وسلم وعم عبد الصمد، وقد كان السيل يكشفه، يعني بدأت تظهر جثة سيدنا حمزة، فاستخرجته من قبره وعليه النمرة التي كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فوضعت رأسه في حجري فكان كهيئة الرجل. يعني كان إيه؟ كان كامل. طبعا كلنا نعرف قدر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، وأن الأرض لا تأكل جثمانه. وظل رأس سيدنا حمزة في حجر عبد الصمد إلى أن أعمق القبر، يعني حفروا زيادة ووضعوا عليه أكفان وأعيد إلى حفرته مرة أخرى. طبعا كل هذه القصص مرتبطة بهذا الأمير عالي القدر زي ما قلنا، ما كانش حد يعرفها قبل كده. ايضا عبد الصمد بن علي تولى ولايات كتير، يعني تولى والي للبصره وامير للحج مرتين ووالي للجزيره ودمشق وغيرها، طبعا اضافه الى انه كان والي للحج. من القصص العجيبه جدا المرتبطه بعصره ان بيقولوا لنا ان هو كان مقيم في بغداد وكان مرفه جدا، لدرجه ان هو كان عمل على سطح الدار بتاعته ما يشبه بحمام سباحة. يعني ده طبعا كان أمر غريب جدا بالنسبة لنا اللي احنا نعرفه. بيروي لنا صاحب كتاب تاريخ بغداد بيقول لنا ان كان على سطح داره أبواب وسمي بالبحر، سطح البيت بتاعه سماه البحر، وكان بيصعد إليه بدرج، وكان عبد الصمد وهو طالع بيركب الحمار بتاعه يطلعه هذه الدرج ويصل إلى هذه البحر أو هذا سطح الدار، وينتظر إلى أن يمتلئ بالمطر ويوضع له القارب ويتجول فيه فوق سطح الدار. طبعا ده بيورينا قد إيه البزخ وقد إيه التقدم الصناعي اللي كان عند المسلمين في هذه الفترة. يعني هذا أمر ما كانش بالأمر السهل. نختم بقصة مهمة جدا جدا حصلت لعبد الصمد بن علي مع عمه هارون الرشيد. كلنا نعرف هارون الرشيد واحد من أشهر الخلفاء المسلمين في العصر العباسي. بيقال إن عبد الصمد بن علي طلبه القاضي في مسألة، القاضي طلب عبد الصمد بن علي إن هو يجيله، وكان عبد الصمد بن علي في هذه الفترة كبير البيت العباسي، يعني الخلفاء العباسيين ده يبقى عمهم كلهم، ف تكبر انه يروح له، قال لا انا مش رايح، انا تعبان ومش هروح للقاضي. فما كان من القاضي الا انه اغلق دفتره وقعد في بيته وما راحش مجلس القضاء. فضج الناس الى الخليفه هارون الرشيد قالوا له اين القاضي ومصالحنا تعطلت. فسال هارون الرشيد عن هذا الموضوع فقالوا له ان عبد الصمد طلب والقصه. فايه اللي عمله هارون الرشيد؟ وده بيعكس لنا فعلا فكره العدل وال إن القضاء فعلا مهم جدا في طوال العصر الإسلامي. قال هارون الرشيد والله ليذهبن إليه عبد الصمد حافيا، يعني تخيلوا عمه وكبير البيت العباسي، وقال هيروح له حافي. وبالفعل نفذ عبد الصمد هذا القرار وخرج من بيته إلى مجلس القضاء حافي،
وكان في الوقت ده عنده كم سنة تخيله؟ عنده حوالي 80 سنة، وظل يمشي حافي القدمين وهو يقول أتعبني والله أمير المؤمنين. لكن في الحقيقة هو ما أتعبوش، هو اللي أتعب نفسه طبعا، لأنه لم يلبي مجلس القضاء. طبعا نقدر إن شاء الله نشوف كأس الأمير عبد الصمد بن علي، ونشاهد هذه التحفة المهمة جدا جدا في العصر الإسلامي في قاعة رقم 1 في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع إضاءة جديدة إن شاء الله. جولة بين جنبات متحف الفن الإسلامي، نتعرف على مقتنياته التي تركت وراءها عصورا مضيئة. عصور مضيئة بصحبة الدكتور أحمد الشوكي، مدير عام متحف الفن الإسلامي، إشراف دينا مصطفى.